من رام الله ينضم إلينا مراسل الغد الزميل ضياء حوشية لنتوقف معه عند أبرز ما جاء في كلمة دكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير ضياء. يعني موضوعات كثيرة كانت في المؤتمر الصحفي للدكتور صائب، حتى أنه في بعض النقاط يعني كان أكثر حماسة في لهجته وهو يتحدث تحديدا عن تخييره لحماس، إما أن تكون مع الشعب الفلسطيني أو خارجه، يعني خارج ما هو مقبل. كيف قرأت هذه السطور للدكتور صائب عريقات؟ نعم، يعني رغم أهمية ما تحدث به الدكتور صائب عريقات، يبدو أن الأمور تتصاعد وتتفاقم فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس. هناك ربما يعني انتهاء لكل أشكال العلاقة مع حماس بعد تشكيل الحكومة الفصائلية وحل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التي شكلت بالتوافق مع حركة حماس عند اتفاق 2014، وهذا ربما ما يفسر حديث الدكتور صائب عريقات. لكن الأبرز في حديثه بأن إلغاء وجود بعثة التواجد الدولي في الخليل هو استباحة للدم الفلسطيني كما قال، وأن إسرائيل والإدارة الأمريكية تحاول لي ذراع السلطة الفلسطينية وإجبارها وإخضاعها للقبول بصفقة القرن، وهو أمر يؤكد عليها دكتور صائب عريقات بأنه لن يتم قبوله على الإطلاق. هذا أبرز ما جاء في المؤتمر، بالإضافة إلى إشارات عدة، ولازال الباب مواربا لربما بالدعوة حركة حماس لإنهاء الانقلاب والعودة إلى حضن الشرعية، وإلا فإنها ستكون هي جزء من صفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية ممارستها وفرضها على الشعب الفلسطيني. هذا ما تحدث به الدكتور صائب عريقات، إضافة إلى عدة أمور فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وقال بأن الدول العربية التي أو الدول بشكل عام التي تقوم بالتطبيع مع إسرائيل هي تشكل طعنة في الظهر الفلسطيني، ويعني بمعنى استباحة أيضا وتشجيع الحكومات الإسرائيلية على استباحة الدم الفلسطيني بشكل عام. طيب ضياء، فيما يخص الوجود الدولي في الخليل، يعني ذكر الدكتور صائب انه ربما يعني كما فهمت طلب من هذه الدول السويد النرويج تركيا ان تقدم يعني استشكال قانوني ضد هذا القرار، هل من استيضاح لهذه النقطة تحديدا؟ نعم، يعني دكتور صائب عريقات ربما تحدث حول إرسال عدة رسائل إلى الأمم المتحدة، إلى هذه الدول تريدها بممارسة أو تحثها على ممارسة ضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى تتراجع عن قرارها بسحب قوات بعثة التواجد الدولي في منطقة الخليل. وفيما يتعلق بالشأن القانوني الذي تحدث عليه أو تحدث عنه صائب عريقات، لربما قد يشكل ذلك مفتاح للدخول واللجوء إلى منظمات حقوقية كبرى لإلزام إسرائيل والضغط عليها بكل الجوانب وبكل الطرق حتى تتراجع عن قرارها بإلغاء بعثة التواجد الدولي التي تنتهي هذا اليوم المهلة المحددة لها. هناك تحدث أيضا ناطق باسم الحكومة وقال بأن تم إبلاغ الهيئة العمل الدولي في الخليل بالانسحاب من الخليل بأمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داليا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، مراسلنا من رام الله ضياء حوشية. شكرا جزيلا ضياء.